المحطات الصعبه اللي مرت، يعني اصعب مباراه مرت بيكم، مباراه جنوب افريقيا ولا مباراه كوت ديفوار ولا مباراه غانا، ايه المباراه اللي كانت صعبه جدا عليكم كلعيبه في الملعب؟ هي اصعب مباراه طبعا كانت غانا اللي هي خلصت 3-2. ايوه دي كانت اصعب مباراه بالنسبه لي، وطبعا ماتش النهارده عشان ده يعني ده ماتش البطوله فهم دول الماتشين جم في الدقيقه 89 يعني، ف موقف صعب بعدها. وبعدها كابتن شوقي كلمنا بعد ال 90 دقيقه ما خلصوا وقال لنا ان شاء الله ربنا مش هيروح الجماهير اللي في الاستاد اللي جات لنا دي، مش هيروحهم زعلانين يعني، وان شاء الله هنكسب. طيب قول لي بيكهام، انت بيع نهائي للجونه للوادي دجله، سوري الوادي دجله، بس احنا متعودين ده غلطه، ده الاهلي على طول بيودي للجونه فوادي دجله دي. اظن الموضوع هيختلف يعني الفتره الجايه الموضوع، وبعدين انت في وادي دجله بقى معاك يا حبيب قلبي رئيس نادي المهندس ماجد سامي، ده بيضرب بقى بال20 وال50 وال60 مليون والله، اللي هو بيدي لكل لاعب حقه يعني، انت فاهم طبعا، عشان كده بتضحك. اضحك 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 اضحك. مش عايز اتكلم في حاجه، بس هو بصراحه يعني انا بحترمه جدا وبحبه جدا شخصيا يعني، بعيدا عن اي حاجه، بس هو بيحب يدي كل لعيب حقه يعني. طب سؤال معلش استحملني فيه، لو جالك عرض من نادي الزمالك توافق؟ والله يعني مش وقته الكلام ده خالص، انا في النادي مركز في خلاص خلصنا البطوله. ما هي فرصه يا ابن الحلال، الفرصه ما بتجيش غير مره واحده، لو جالك عروض الاهلي الزمالك اي حاجه توافق ان انت تروح؟ ما خلي بالك المهندس ماجد سامي ما زعلش من الكلام ده، مش انا اللي هوافق، هو وادي دجله هو لا هيوافق، ما تقلقش، طالما هيدفعوا فلوس كويسه هيوافقوا. انا سؤالي، انت ممكن تروح نادي الزمالك؟ اللي وادي دجله عايزه انا هعمله ده، يبقى تروح نادي الزمالك خلاص، يبقى تروح ما عندكش مشكله. تمام.